برحب بيكم من جديد وبكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، ولسه مستمرين معاكم في لقاءاتنا الحصرية. ومعي في هذه اللحظات بقى كابتن ماهر عبد العزيز، طبعا مدير إداري للفريق الأول لكرة القدم. تاريخ كبير، بطولات كبيرة أكيد وكتيرة. عايزين بحضرتك تكلمنا على التكريم النهاردة وأجواء أكثر من رائعة الحقيقة، مليئة بكل أبناء النادي الأهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني نحمد ربنا سبحانه وتعالى على الإنجاز، أهم حاجة يعني. وطبعا كل الانجاز دوت وراء الجماهير الغفيره للنادي الاهلي نمره واحد ومجلس الاداره واللعيبه، وحقيقي يعني الواحد مش عارف يقول ايه. ما شاء الله عليهم. بطولات اتحققت كبيره جدا، ويعني كل ده وراه مجهود طبعا الناس مش حاسه بيه، وكتير قوي مش عارف ان وراه مجهود كبير جدا من اقل واحد لاكبر واحد، من العامل لغايه مجلس الاداره للجماهير لكل الناس. وطبعا بمناسبه الانجاز الاستثنائي ده بنقول لكل جماهير النادي الاهلي، انتوا شريك اساسي في البطولات وشريك اساسي للنادي الاهلي في جميع البطولات، سواء كان في النشاط الرياضي او كره القدم والسباحه وجميع البطولات، شريك اساسي جماهير النادي الاهلي. يعني طبعا زي ما حضرتك قلت كان موسم مميز جدا، خصوصا اكيد في كره القدم شفناكم تحققوا العلامه الكامله، كل بطوله دخلناها قدرنا نفوز بيها، برغم ان اكيد في بطولات كانت صعبه شويه لكن قدرنا نفوز بيها وكان عندنا دايما هدف. حضرتك شايف ايه السبب ورا سر روح النادي الاهلي وروح الفانيله الحمراء؟ طبعا ان حضرتك تاريخ كبير داخل النادي الاهلي. طبعا الانجاز دوت بيبقى وراه تكاتف الناس كلها، وطبعا كل واحد عارف شغله كويس بيأدي فيه احلى يعني احسن شغله واكتر مجهود ممكن. طبعا يعني كل انجاز بيبقى وراه زي بالظبط كده المسرحيه، الناس ما بتشوفش الكواليس، ما بتشوفش البروفات، ما بتشوفش التعب اللي الناس بتتعبه، الناس بتشوف الواجهه بس اللي هي طالعه بيها. احنا كذلك كده برضه ورانا ناس كتير ويعني مجهود كبير كل واحد بيبذله وكل واحد بيعمله عشان خاطر في الاخر خالص نظهر بالمظهر اللي احنا شفناه والبطولات اللي احنا حققناها، والمجد يعتبر مجد استثنائي، مش انجاز، ده مجد استثنائي. يعني زي ما حضرتك ذكرت الجماهير ليها دور كبير جدا اكيد ورا نجاح كل الفرق الرياضيه داخل مؤسسه النادي الاهلي. اخيرا بقى ايه الرساله اللي تحب توجهها لكل الجماهير اللي اكيد بتدعمكم في كل لحظه وكل مباراه؟ يعني والله يعني انا مش هزيد على الكلمه اللي قالها الكابتن محمود الخطيب. الكابتن كان دلوقتي في كلمته بينادي بان ان شاء الله الموسم الجديد يبقى فيه زياده لاعداد الجماهير، زياده، وبيطالب يعني المسؤولين ان يكون في بدل ما احنا دلوقتي كان 5 و10 و15 يا رب يكون الساعه كامله، لان لو احنا الانجاز دوت اتحقق بالجماهير اللي يعني مش عايزين نقول القليله، وهو على قد ما كنا يعني بنطالب ب 15 و20 ألف كانوا بيجوا وكانوا بيعملوا اللي عليهم، محل بقى اللي ان شاء الله وباذن الله يعني الاستاد كله يبقى مليان على اخره والجماهير تبقى ماليه الاستاد، ده اكيد نهد جبال يعني ان شاء الله. بشكر حضرتك جدا. ربنا يخليك يا رب، الف شكر. يعني طبعا ده كان لقائي مع كابتن ماهر عبد العزيز مدير الاداري للفريق الاول لكره القدم، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. مرحب بكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، وطبعا من الاحتفاليه وحفل تكريم ابطال النادي الاهلي سواء طبعا ابطال كره القدم وجميع الالعاب الاخرى، طبعا بنتكلم عن كره السله، كره اليد، وطبعا كره الطايره. ويمكن معي في هذه اللحظات واحد من ابطال كره السله الفريق الاول لكره السله طبعا تحت قياده مستر اجاستي ابوش احمد مهيب. كابتن احمد طبعا في البدايه برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، وعايز ابارك الاول طبعا على الاربع بطولات الموسم اللي فات، وبارك كمان على التجديد، طبعا التجديد لمده 4 سنوات مع النادي الاهلي. مبروك يا كابتن. اهلا بيكي واهلا بقناه النادي الاهلي. مبدئيا الحمد لله على التجديد، الحمد لله على البطولات اللي حققناها السنه اللي فاتت، ان شاء الله ما تبقاش اول حاجه، وان شاء الله نطمع بقى في بعد كده باذن الله.
كابتن احمد، طبعا الاحتفاليه النهارده تكريم يعني طبعا كل الانجازات اللي حققتوها الموسم اللي فات، كان طبعا الموسم استثنائي زي عنوان الحفل النهارده الاهلي استثنائي، كان موسم استثنائي بالنسبه لكم طبعا، ابطال البال، ابطال دوري المرتبط، كمان كاس مصر ودوري السوبر، يمكن طبعا يعني احساسك ايه اكيد النهارده بنكرمكم التكريم طبعا، وكان قرار من قبل الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، حرص على ان هو طبعا يكرمكم يعني تقديرا لمجهودكم والانجازات اللي انتم حققتوها الموسم اللي فات. طبعا حاجه مشرفه جدا الاحتفال اللي احنا شايفينه ده، حاجه يعني ما بنشوفهاش كتير، حاجه تحسسك بقيمه المكان اللي انت فيه وبالفخر بيه يعني. مبسوطين جدا طبعا بالتكريم من كابتن محمود ومجلس الاداره والجماهير والاهالي اللي موجودين، حاجه تحسسك بالانتماء للمكان اللي انت فيه، تخليك دايما عايز تحقق بطولات، عايز دايما تبقى في التوب، فان شاء الله دايما احنا عايزين دايما كده على طول، ان احنا دايما بيبقى متكرمين ودايما شايفين الحاجات الحلوه دي، شيء مشرف ان يبقى كل العاب النادي كلهم محققين بطولات كتيره، وزي ما انت شايف الستيج كده كله كاسات، يعني حاجه بجد يعني حاجه حلوه جدا انت يعني تشوفها يعني. زي ما انت قلت يمكن ده هيخلي عليكم مسؤوليه اكبر واكبر ان انتوا تكسبوا البطولات اللي جايه، وكمان البطوله الاهم اللي هي بطوله البال الموسم اللي جاي. كده كده المسؤوليه انت عارفه في الاهلي موضوع ما فيش حاجه تاني دي، بس طبعا مسؤوليه طبعا كبيره ان احنا حققنا البال السنه اللي فاتت والدوري، عايزين بقى نحقق نفس الكلام ده السنه دي، مش هتبقى سهله خالص، كل الفرق سواء عربيا او في مصر مدعمين اكتر، عايزين يسقروا يعني من البطل زي ما بيقولوا، بس ده هياخد مننا تعب اكتر وتركيز اكتر ان احنا لازم نحقق البطولات دي، فان شاء الله ربنا يبقى يوفقنا يعني باذن الله ان احنا نقدر نفرح مجلس الاداره والجماهير واهالينا وكل الناس دول اللي بتدعمنا، ان احنا ان شاء الله نفرحهم باذن الله. باذن الله. ميرسي جدا يا كابتن احمد، وبتوفيق ان شاء الله الفتره اللي جايه، ومبروك تاني التجديد طبعا مع النادي الاهلي. ميرسي، شكرا. كده طبعا كان لقائنا مع واحد من ابطال فريق الاول لكره السله رجال كابتن احمد مهيب، والان العوده مره اخرى للاستوديو. من جديد طبعا برحب بكل زملائي في الاستوديو، وبرحب بكل مشاهدين قناه الاهلي في كل مكان، مكملين طبعا لقاءاتنا مع حضراتكم من حفل اهلي استثنائي من داخل ملعب مختار التتش، ومعي طبعا حاليا كابتن عبد الرحمن طه لاعب يعني كره اليد في نادي الاهلي. برحب بيك اكيد في البدايه، النهارده حفل اهلي استثنائي عنوان اكيد شدك يعني في البدايه، النهارده طبعا بيتم تكريم كل الالعاب يعني على مدار الموسم الاستثنائي الحقيقه، قول لي النهارده كده من اول ما دخلت رايك ايه؟ اول انا بصراحه انا مش متفاجئ خالص من الصرح ده، حاجه يعني مش غريبه على النادي الاهلي ان النادي الاهلي يعمل حاجه زي كده، دي ابسط حاجه عنده، وحاجه كمان ان بيكرموا الابطال دي عشان هم الصراحه تعبوا السنه اللي فاتت دي كلها، كلهم محدش اثر مجلس الاداره، محدش حتى يعني النادي الاهلي ما بيضغطش على حد خالص، عشان كده اللعيبه كلها بتطلع اللي عندها، واللعيبه كلها مش عارفين يعني ايه، يعني مش عارفين يعني ايه خساره ولا حاجه، فربنا يكرم ان شاء الله يعني في السنه الجديده كمان، يعني الواحد هيتبسط اكتر واكتر ان شاء الله لو كل سنه حاجه بتتعمل كده، وده برده مش غريب عن النادي الاهلي، السنه اللي فاتت برده عملوا حاجه زي كده، فدي دافع للعيبه كلها وكل يعني مجلس اداره وجهاز فني ولعيبه، الناس دي كلها تتعب عشان يحط نفسهم في حاجه زي كده، يتبسطوا من نفسهم، يحسوا بالانجاز اللي عملوه طول السنه. كابتن عبد الرحمن، طبعا يعني بنشوف ان يعني كره اليد كمان شهدت موسم كبير، عملتوا موسم الحقيقه مميز جدا، كلمني عن استعداداتكم يمكن في الموسم الجديد. ان شاء الله دي تبقى يعني السنه اللي فاتت دي تبقى ان شاء الله بدايه لكره اليد، كان في تاثير من السنين اللي فاتت، فان شاء الله دي تكون بدايه لكره اليد، ان شاء الله كده تبقى مزيد من البطولات وانجازات ان شاء الله السنين اللي جايه كلها، ما يعني ما نفوتش حاجه ان شاء الله، كل طبعا مكسب عند ربنا وكل حاجه، بس الحمد لله احنا تعبنا السنه اللي فاتت، السنه اللي فاتت كانت عليها ضغوطات كبيره علينا عشان ما كانش الكوره كانت في ايدينا، ومجلس الاداره دعمنا باحسن مدرب في العالم، ما فيش حاجه تانية يعني هتقف قدامنا ان شاء الله، يعني كلاعيبه ان شاء الله هم بيعملوا اللي عليهم، ان شاء الله ربنا يكرم في اللي جاي. كابتن عبد الرحمن بشكرك ونورتنا، شكرا شكرا. امح وربنا يديك الصحه يا امح، وتفضل منورنا يا امح، واحنا كلنا بنحبك يا امح، وربنا يشفيك يا امح. لسه طبعا مستمرين معاكم في لقاءاتنا مع نجوم النادي الاهلي، ومعي بقى في هذه اللحظات نجم رجال كره اليد طبعا اللاعب عمر سامي، ودايما برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، عايزك تكلمني بقى على السيزون ده، يمكن انت تالقت بشكل كبير كمان مع رجال كره اليد، وبيتم طبعا تكريمكم النهارده، فعايزك بقى تكلمني على كل الاجواء دي. يعني الاول اهلا وسهلا بيكم، يعني احنا التكريم ده انتم مش متخيلين ده بالنسبه لنا حاجه كبيره قد ايه، يعني احنا كده بجد حسينا ان احنا السنه اللي فاتت عملنا حاجه
كبيره، ويعني ان شاء الله السنه الجايه هيكون اكتر من كده. مشاركين في بطولات كتير، فيعني احنا التارجت بتاعنا ان شاء الله ناخد كل البطولات، ويعني دي حاجه في ايدينا، فان شاء الله هنحاول باقصى حاجه عندنا ان احنا ناخدها. يعني السيزون اللي فات كان صعب، ما كانش سهل، برده غيرنا المدرب يعتبر في نص السيزون، وبدانا السيزون مش كويس، بس بعد كده الحمد لله الدنيا اتحسنت، خدنا الدوري والكاس والسوبر الافريقي كان هنا في النادي. فان شاء الله عندنا البطوله الجايه افريقيا، وبعدها كاس عالم انديه، ان شاء الله نعمل نتيجه احسن من اللي فاتت. يعني هنحاول ان شاء الله ناخد ميداليه في كاس عالم، يعني ده التارجت بتاعنا، وان شاء الله ما نفوتش اي بطوله السيزون الجاي. احنا اكيد واثقين فيكم، عارفين انتوا ان شاء الله قدها وتقدروا تفرحوا كل جماهير النادي الاهلي. خليني كمان اقول لكم انتوا بتستعدوا بشكل قوي جدا للسيزون الجديد، اكيد شفنا ده. عايزك تكلمني بقى على هذه الاستعدادات وطموحك في السيزون الجاي. انت كعمر انت اكيد كلمتنا على الفريق كامل، احنا شايفين اكيد ان مستواك بيتطور اكتر واكتر، وعندك اكيد بوتنشلز كتير جدا. يعني احنا تحضيرنا للسيزون ده احنا بادئين من بدري، من نص شهر 7 اتمرنا هنا، كنا نتمرن صبح وبالليل طبعا تمارين كتير، وبعد كده سافرنا قعدنا حوالي 10 ايام في سلوفينيا، لعبنا ماتشين وديين، ورحنا البطوله بتاعت البوسنه بطوله وديه، لعبنا فرق جامده زي مثلا يورو فورم، دي فرقه تلعب تشامبيونز ليج وكسبناها، ولعبنا مونبلييه تاني الدوري الفرنسي وتعادلنا معاهم، ولعبنا في الفاينل مع برشلونه، فكان احتكاك قوي كله استفاد منه. الحاجات دي بتطورنا اكتر للموسم، نبقى داخلين جاهزين ان شاء الله هنبدا الدوري 1-9. يعني التارجت بتاع ان احنا يعني الدور الاول ما نقعش خالص. هو الدوري متقسم 3 ادوار، كل طبعا كل مرحله هنركز فيها لوحدها، بس يعني التارجت بتاعنا ان شاء الله ان احنا نفسنا يبقى طويل اكتر حاجه، وان شاء الله ناخد الدوري. يعني التارجت بتاعي بالنسبه لي ان شاء الله يعني اي بطوله ادخلها ارقامي تبقى احسن من اللي قبلها. يعني السنه اللي فاتت الحمد لله ارقامي كويسه، بس السنه الجايه بحاول اتطور اكتر، كل بطوله احسن من الاول، وان شاء الله خير اللي جاي كله. اخيرا بقى خليني اسالك، النادي الاهلي عامل موسم مميز جدا، النادي الاهلي تاريخ كبير جدا اكيد، ويمكن اكبر واعظم مؤسسه في مصر وفي افريقيا. بما انك ابن من ابناء اكيد النادي الاهلي، وموجود في النادي الاهلي ولعب في النادي الاهلي، شايف ايه السبب وراء عظمه النادي الاهلي؟ هو يعني باللي انا بشوفه النادي الاهلي اداريا ناجح جدا، يعني من انجح الانديه ممكن في افريقيا، او انجح نادي في افريقيا اداريا، وده اللي بيساعد النادي كتير. هو مش بيهتموا بلعبه واحده مثلا بس، احنا ما شاء الله كرة القدم نكسب فيها، السلة، اليد، الطايرة، وكمان الألعاب الفردية. فيعني السنة دي ما شاء الله واخدين بطولات كتير جدا في ألعاب الصالات، غير طبعا كرة القدم وبطولة أفريقيا والدوري وكل ده. فيعني هي إداريا منظومة ناجحة، والواحد هو جواها بيبقى مبسوط في المنظومة دي، لما بنشوف النجاحات حوالينا بنحاول كمان نطور من نفسنا أكتر. بشكرك جدا وكل التوفيق في السيزون الجديد. إن شاء الله، شكرا. برحب بكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، وطبعا مستمرين معاكم النهاردة في تغطيتنا لحفل تكريم جميع أبطال النادي الأهلي، سواء طبعا أبطال كرة القدم أو جميع الألعاب الأخرى، يد، طايرة، وأكيد كرة السلة. يمكن معي واحد من نجوم لعبة كرة الطايرة، الفريق الأول لكرة الطايرة رجال طبعا، كابتن عبو. كابتن عبو طبعا في البداية برحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي، وطبعا عايزة يعني أرحب بيك برضو تاني في الحفل التكريم النهاردة، تكريم أبطال النادي الأهلي طبعا بعنوان الأهلي استثنائي. ويمكن أنتوا كمان يعني قدمتوا موسم رائع الموسم اللي فات، حققتوا بطوله العربيه وايضا بطوله السوبر. احساسك طبعا النهارده ويعني في حفل تكريم من قبل طبعا اداره النادي الاهلي او مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب، اللي حرص ان هو طبعا يكرمكم النهارده تقديرا لمجهودكم والانجازات اللي حققتوها الموسم اللي فات؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. طبعا بحب اشكر الكابتن محمود الخطيب على الانجاز اللي هو موجود، الانجاز اللي عامله ده، والحفله المشرفه دي. وطبعا احنا السنه دي اخفقنا في بطوله الدوري وبطوله الكاس، وده طبعا مش موجود في فريق الفولي في النادي الاهلي. فان شاء الله بنوعدكم باذن الله ان احنا السنه الجايه باذن الله نكمل زي ما احنا ماشيين على العهد القديم اللي الناس كانت بتمشي عليه، كانت دايما على طول بنكسب الثلاث والاربع بطولات كل سنه. فالسنه الجايه باذن الله يعني من غير مقاطعه، يعني ان شاء الله نكسب كل البطولات باذن الله. وحاجه نرجع طبعا لحق النادي الاهلي وحق مجلس الاداره وحق الجمهور ان شاء الله باذن الله. طبعا
طبعا يا كابتن عبو، اكيد جمهور النادي الاهلي واثق فيهم، عندكم ثقه كبيره جدا فيكم، ان شاء الله ان انتم تقدروا تعوضوا الموسم اللي جاي. يمكن تكريم النهارده ده يا كابتن وتواجدكم طبعا النهارده في حفل التكريم ده اكيد هيديكم حافز كبير جدا انتم ان شاء الله ان شاء الله تفوزوا بجميع البطولات المحليه الموسم اللي جاي، واكيد بعد ما تشاركوا كمان في بطوله افريقيا تحققوا البطوله الافريقيه. طبعا ده اكبر حافز، والمنظر الجميل ده، طبعا المنظر الجميل ده لازم تبقى انت واقف على منصه التتويج وانت كاسب اربع بطولات او خمس بطولات في السنه، وده حاجه طبعا موجوده في النادي الاهلي على طول. وطبعا الجمهور في النادي الاهلي طبعا هو كان مشجعنا على طول، وكان هو الاكبر حافز لينا مع مجلس الاداره، وان شاء الله بنوعدهم باذن الله نكمل على اللي احنا كنا ماشيين عليه، وده طبعا يعني كبوه وعدت، وان شاء الله اللي جاي كله خير ان شاء الله يا كابتن. وطبعا بالتوفيق للماسترز بقى ان شاء الله الموسم اللي جاي، وتفرحونا الموسم اللي جاي ان شاء الله يا كابتن بجميع البطولات زي ما عودتونا دايما السنين اللي فاتت باذن الله، كله باذن الله راجع. شكرا يا كابتن. من جديد بجدد التحيه بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، مستمرين في تغطيتنا ليوم من الايام التاريخيه واليوم الاستثنائي للاهلي الاستثنائي. انا بيشرفني في هذه الاثناء وبينضم لي في هذه الاثناء كابتن عمرو ممدوح مدير جهاز الغطس والسباحه التوقيعيه. كابتن عمرو برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. عندي رقم مهم جدا، انكم من عام 1978 لم يستطيع النادي الاهلي الفوز ببطوله الجمهوريه للسباحه التوقيعيه للدرجه الاولى، النهارده بتحققوا هذا الانجاز وهذا في هذا الموسم وبتجمعوا ما بين بطولات الغطس والسباحه التوقيعيه. بسم الله الرحمن الرحيم. في الاول انا بشكر مجلس اداره النادي الاهلي، بشكر الاداره التنفيذيه، بشكر النشاط الرياضي على اليوم الاستثنائي فعلا زي ما هو موجود. وانا باكد لك ان احنا الحمد لله السنه دي بالنسبه للسباحه التوقيعيه من 1978 ما خدناش بطوله الجمهوريه للدرجه الاولى سيدات، والغطس عملنا فيه انجاز، جمعنا ما بين بطولات الجمهوريه وبطولات كاس مصر في جميع المراحل، وخدنا الدرع العام لبطولات الغطس موسم 22-23. فهو موسم الحمد لله نتمنى ان هو يتكرر على طول وتبقى بدايه انطلاق للنادي الاهلي على منصات التتويج في كل بطولات الدرجه الاولى، اذا كان للغطس او للسباحه التوقيعيه ان شاء الله. كابتن عمر، اعتقد مشهد مهم جدا لكل من ينتمي لمنظومه النادي الاهلي، التكريم ده بيشيلكم مسؤوليه وطالبين بالحفاظ على البطولات، واعتقد الامور دي بتبقى صعبه جدا، اعتقد اليوم النهارده بيشيلكم مسؤوليه للقادم باذن الله. بص انا عايز اقول لك ان احنا بكره عندنا بطوله الجمهوريه الدرجه الاولى الفاينل بتاع العمومي، اللعيبه كلها اصرت ان هي تيجي مع ان بطولتها هتبدا الساعه 9 الصبح علشان مقدرين حجم الانجاز وحجم الشرف ان هو يبقى موجودين في حفل بيقيمه النادي الاهلي، بيكرمهم على موسم فات وبيحملهم مسؤوليه قبل بطوله فاينل بكره، فاصروا ان هم كلهم يبقوا موجودين وطلعوا دلوقتي على معسكر الاقامه. وان شاء الله رب العالمين زي ما انت قلت ده مسؤوليه كبيره على كتافنا كلنا، وان شاء الله بكره نفرح جماهير النادي الاهلي ببطوله الغطس الجمهوريه لكل المراحل ان شاء الله رب العالمين. كابتن عمرو، مجلس اداره النادي الاهلي عايز اتكلم عليه بالتحديد، لان الدعم مش للقدم بس او الالعاب الاخرى، ولكن الدور والدعم اللي بنشوفه من مجلس الاداره، الجميع لا يدخر اي مجهود، الجميع لا يعني ما بيتاخرش عن توفير كافه الطلبات للوقوف على منصات التتويج. مظبوط، ده حقيقي فعلا. احنا عندنا مثلا في الغطس اللي يعني اغلب الناس بتقول اللي هي لعبه مش مبصوص لها بصه كافيه، لا احنا مجلس الاداره وفر لنا اتجدد لنا المنطات بتاعه الغطس بالكامل، فرع مدينه نصر وجالي تجديد فرع الجزيره، اتعمل لنا دراي لاند في اهلي مدينه نصر، ده حاجه كلها تقنيه تساعد اللاعبين ان هم يرتقوا بمستواهم، والحمد لله اتت ثمارها سريعا ان احنا حققنا البطولات بتاعه الموسم اللي فات، وان شاء الله مكملين الموسم ده ان شاء الله. شكرا يا كابتن عمرو، اتمنى لكم التوفيق ومستنيين منكم كتير باذن الله. ان شاء الله. شكرا يا كابتن فاروق، شكرا مجلس الاداره، شكرا. لسه مستمرين، لسه مكملين معاكم طبعا لقاءاتنا الحصريه لشاشه قناه النادي الاهلي من داخل ملعب مختار التتش بمقر النادي الاهلي باقي الجزيره، وامسيه طبعا استثنائيه تحت عنوان اهلي استثنائي، وتكريم لجميع الفرق الرياضيه الخاصه بالنادي الاهلي. طبعا دلوقتي معانا نجمه من نجوم هذه الالعاب، كابتن دينا عمرو، طبعا نجمه نجوم فريق السله سيدات. برحب بيك يا كابتن دينا، منورانا ومشرفانا على شاشه قناه نادي الاهلي. ميرسي، تسلمي، الله يخليكي، ايه الاخبار؟
طبعا يعني زي ما انت شايفه امسيه مختلفه استثنائيه تليق بالموسم اللي انتوا قدمتوه، تقولي ايه النهارده عن الاحتفاليه، شايفاها ازاي، تنظيمها بيتم يعني التحضير ليها بقالها يمكن اسابيع واشهر كمان، شايفه ازاي النهارده المشهد؟ يعني بصراحه ابسط حاجه دي مش حاجه جديده على النادي الاهلي بمنتهى البساطه، معودنا على كده دايما، فانا طبعا على طول متوقعه منه حاجه رهيبه بصراحه، فانا اكتر من مره طبعا بحضر الاحتفالات دي، فطبعا هي كل مره بتبقى زي الاكتر من اللي قبلها، مشرفه اكتر من اللي قبلها كمان. كابتن دينا، يمكن دايما بيبقى مسؤوليه كبيره ان انتوا يتم تكريمكم تكريم زي ده، طبعا اكيد هتبقوا عايزين تحضروا اكتر للموسم اللي جاي، كلميني بقى عن استعدادات الموسم اللي جاي، خاصه ان انتوا قدمتوا موسم استثنائي الموسم الماضي. دي حقيقة فعلا، للأسف احنا الموسم اللي فات زي ما الناس أطلقت علينا موسم اللا هزيمة، ما خسرناش ولا ماتش ولا بطولة، فطبعا ده حط علينا يعني لود أكتر بكتير جدا، إن السنة دي طبعا أنت مطالبة تعملي ده وأزيد كمان، لأنه في الأغلب في أفريقيا، فأكيد طبعا الجمهور مش هيقبل، حتى أفريقيا دي هتبقى تاني مرة تقريبا هنشارك فيها، فطبعا المرة دي هيبقى عايز إن احنا أكيد ناخد فيها أول ونحقق فيها المركز الأول، بخلاف طبعا الخمس بطولات المحلية، فان شاء الله ان شاء الله احنا هنبذل اقصى جهد ان احنا نحقق الكلام ده السنه دي، وان شاء الله السنه الجايه زي دلوقتي ان شاء الله نبقى على نفس الستيج. دينا، تقولي ايه عن اداء الفرق الاخرى؟ يعني ما ينفعش تكوني معايا وما سالكيش عن، يمكن النادي الاهلي هو النادي الاوحد اللي بيخوض كاس العالم للانديه بكل فرقه رياضيه مختلفه مش بس كره القدم، رايك ايه في اداء كل الالعاب الرياضيه الاخرى، ورايك ايه في الموسم ده تحديدا؟ هي بصراحة تحسي ان الموسم السنة دي ده استثنائي جدا جدا جدا، بس انا يعني من وجهة نظري بصراحة حاسة ان ده مش حاجة جديدة على النادي الاهلي خالص، فده دايما المتوقع، وهو دايما احنا الحمد لله بنسعى ان احنا دايما نخلي اسم النادي الاهلي في احسن صورة ليه يعني. تمنينا اخيرا رساله لجمهور النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي بالمجهود اللي كان موجود النهارده علشان يكرموكم على اكمل وجه. هو بصراحه يعني احنا على طول والسنه دي حسينا بالكلام ده، مجلس اداره بجد معانا في كل البطولات، حتى لو مش بيجي لنا كله كامل، بس على الاقل لازم اي عضو من اعضاء لازم دايما موجود معانا وبيحمسنا وبيشاركنا وبيقول لنا دايما، حتى الاوتيلات ويقعدوا معانا ويدونا زي محاضره او حاجه حماس، بجد حتى في الفاينلز عدد كبير تقريبا ان ما كانش كله بيبقى موجود وبيحتفلوا معانا دلوقتي، وعلى كل الالعاب ده مش على مستوى الباسكت بس، فدي بصراحه حاجه جديده جدا، واحنا اصلا بنبقى مبسوطين حتى اليوم اللي احنا مثلا هناخد الكاس او حاجه، بنبقى بجد كلنا فرحانين انه الحمد لله مجلس الإدارة هنيجي وهنتصور، وكلنا يعني انا فرحانين اليوم ده قوي. رسالة بقى لجمهور النادي الاهلي اللي دايما بيكون معاكم، بنشوفه طبعا حاضر، يعني يمكن العاب الصالات السنه دي يمكن كان ليها شعبيه كبيره جدا، بنشوف الجمهور دايما داعمكم دايما واقف في ظهركم، وانتم دايما بتوجهوا لهم رسائل ان انتم عايزينهم وراكم في كل البطولات. هو بصراحه طبعا احنا بنفتقدهم جدا 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 بشكل مش طبيعي في اي بطوله، خصوصا ان احنا السنه دي في اول السنه كان في بطولتين كان معظمهم ساعات بيحضر، وبجد كان بيدي روح للماتش بطريقه مش طبيعيه، وفعلا احنا حتى بنتحول، يعني احنا مثلا لو ادائك مثلا 50-60% ادائك عشان الجمهور بس ممكن يوصل 100%، فاحنا بجد نفسنا ان هم يرجعوا يعني المدرجات تاني ونرجع نفرح معاهم تاني، وانا عايزينهم كمان يساندونا السنه دي اكتر واكتر، لان السنه دي مش هتبقى سهله، هم طبعا واخدين ان احنا حققنا خمس بطولات السنه اللي فاتت، فاكيد هيبقوا عايزين ده السنه دي طبعا، فيساندونا ويفضلوا دايما في ظهرنا ومعانا تحت اي ضغط وتحت اي ظروف، بس احنا ان شاء الله باذن الله نوعدهم هنعمل اقصى جهد ان احنا نحقق احسن حاجه، ونفرحهم ونفرح جماهير ونفرح الناس واهالينا واصحابنا وكل الجمهور يعني عموما. نورتينا وشرفتينا يا كابتن. تسلمي، باي باي. برحب بكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، وطبعا مستمرين معاكم اكيد النهارده في تغطيتنا لحفل تكريم ابطال النادي الاهلي طبعا في كره القدم وجميع الالعاب الاخرى، كره طايره، كره سله، وطبعا كره يد، ويمكن بنتكلم على كره الطايره ومعايا الكابتانو طبعا واحده من نجوم الفريق النادي الاهلي طبعا لكره الطايره، كابتن نهله سامح. كابتانو اكيد برحب بيك يا كابتن في البدايه على شاشه قناه النادي الاهلي، وعايزه طبعا ابارك لك على يعني جميع البطولات اللي اخذتوها الموسم اللي فات، يمكن طبعا دوري، بطوله السوبر السنه اللي فاتت، عايزه ابارك لكم طبعا، يمكن بطوله الدوري شفنا صعوبتها عامله ازاي، النهارده تكريم من قبل اداره النادي الاهلي طبعا برئاسه الكابتن محمود الخطيب، حاجه يعني مهمه جدا طبعا بالنسبه لكم تقديرا للانجازات اللي حققتوها الموسم اللي فات. طبعا الحمد لله، يمكن النهارده بيكون يوم سعيد تدويج لكل مجهوداتنا على مطار السيزون اللي فات،
الحمد لله كان سيزون صعب جدا بالنسبة لنا احنا بالذات، الكرة الطاية كان فيها حاجات كتير جدا، فكان الموضوع أصعب من كل سنة، وفي ظل الصوف الصعبة دي قدرنا نحقق أقوى بطولتين، بطولة السوبر وبطولة الدوري. فالحمد لله طبعا التكريم ده بيعني لنا كتير يعني، وحافز كمان للعيبة السنين الجاية كلها يقدروا يكملوا على الإنجازات دي كلها إن شاء الله. زي ما أنت قلت يا كابتن نهلة، الموسم اللي فات كان موسم صعب جدا مليء بالصعوبات، اصابات طبعا، ظروف مر بيها الفريق، ولكن الحمد لله قدرتوا ان انتوا تحققوا البطوله الاغلى لجماهير النادي الاهلي وهي بطوله الدوري. طبعا النادي الاهلي دايما بيلعب على بطوله، يعني يمكن انتقل من عندنا لعيبه عدد كبير جدا، ولكن الاهلي فضل وكان باقي للاخر بمن حضر، والفريق الحمد لله قدر يحقق بطوله الدوري العام. فده معناه يعني ده يعلمنا كلنا ان الاهلي ده باقي، مش مجرد اجيال كتير عدت قبل كده، واحنا الحمد لله قدرنا نرجع وبنكسب وكملنا انجازاتهم وفوزنا بالدوري ارقام متتاليه، اعتقد عملنا ريكورد اعلى فريق فوز متتالي. فكل ده طبعا يعني اللعيبه، احنا لو كنا بره الاهلي ما كناش قدرنا نحقق البطولات دي. طبعا شعورك ايه يا كابتن النهارده، طبعا وانت متواجده النهارده في التكريم ده، شايفين تكريم على اعلى مستوى، حاجه تليق باسم النادي الاهلي، تكريم لجميع الفرق منهم طبعا الفريق الاول لكره القدم، حد طبعا تنس الطاوله، كره الماء، جميع الالعاب الاخرى، ايه احساسك طبعا النهارده وانت متواجده في التكريم ده؟ يعني انا حاسه ان احنا وسط اهلنا، يعني عامه النادي كلنا موجودين، وده فعلا حافز لكل اللعيبه للسيزون الجاي ان شاء الله، ويعني واحنا بنبقى سعداء، يعني يمكن من اسعد الاوقات يعني اللي بنقضيها بعد السيزون لما بنلاقي فيه تكريم لينا، بنحس فعلا باللي احنا عملناه، وان هم فعلا مجلس الاداره والنادي وكل الناس حاسين باللي احنا عملناه والمجهود اللي احنا بذلناه طوال السيزون، فطبعا احنا سعداء يعني. طبعا يا كابتن نهله، بعد الموسم الاستثنائي اللي حققه جميع ابطال النادي الاهلي الموسم اللي فات، يمكن طبعا انت اخذت قرار صعب شويه وهو اعتزال لعبه الكره الطايره داخل جدران النادي الاهلي، يمكن طبعا عايز اعرف شعورك ايه بعد اتخاذ القرار ده، واكيد برضو عايزين يعني احمد اكيد يعني اكيد من الناس الداعمين ليكي بعد ما اخذت القرار ده، احساسك ايه طبعا بعد القرار ده؟ طبعا قرار صعب جدا بالنسبه لك، يعني بعد سنين جوه او داخل جدران النادي الاهلي بتتخذي القرار ده مع فريق النادي الاهلي. طبعا هو قرار مش صعب، بالذات طبعا ان انا جوه النادي الاهلي بقالي 20 سنه كلاعيبه، ويمكن الكره الطايره طبعا كانت واخده مساحه كبيره جدا من حياتي يعني، فطبعا قرار صعب، بس الحمد لله يعني بيكون اختيار الوقت المناسب ده اهم حاجه في مسيره اللاعب، فالحمد لله انا شفت ان ده الوقت المناسب، الحمد لله كسبانين الدوري وكسبانين السوبر، والحمد لله في مستوايا، ويعني يعني اعتقد ان هو ده كان الوقت المناسب، وبرضه انا فضلت في النادي، يعني دخلت دلوقتي كمدير اداري الناشئين والناشئات، فانا جوه النادي برضه. من بركه يا كابتن اكيد على المنصب ده، ويمكن معانا برضه احمد، يعني احمد يعني طبعا احمد خطيب كابتن نهله سامح كابتانو، برضه عايز اسالك اكيد على قرار نهله سامح لما اتخذت قرار الاعتزال، يمكن طبعا قرار صعب بالنسبه لكابتن نهله سامح، وجودها اكيد في صفوف فريق كره الطايره كان شيء مهم جدا، طبعا خبرات دايما كانت مع الفريق بنشوفها بتديهم من خبراتها، دايما كانت بتجمع الفرقه، يمكن الموسم اللي برضه اللي فات ده كان موسم صعب شويه، فدايما كانت معاهم، فطبعا عايز اعرف بقى قلت لها ايه، دعمتها ازاي لما اتخذت القرار ده؟ بصي الاول يعني بغض النظر عن اي حاجه، انا عارف النهلة من زمان بتاريخها مع النادي الاهلي بكل بطولاتها بكل انجازاتها، هو بيجي فتره على الانسان هو خلاص يعني هي حاسه ان ده وقت مناسب ان هي تخرج فيه من الباب الكبير زي ما بيقولوا، خدت القرار، انا قلت لها معاكي في اي قرار هتاخديه، سواء عايزه تكملي في ظهرك، عايزه خلاص حاسه ان ده الوقت المناسب ان هي تخرج فيه، والوقت المناسب ان هي تجرب طموح جديد وحاجه جديده بالنسبه لها، فكان يعني الاتفاق في الاخر ان هي قررت ان هي تخرج من الباب الكبير، ما كانش ليها اي تاثير على القرار ده خالص، لكن لا انا معاها طبعا في القرار اللي هي تاخده. الحمد لله يعني هي بعد ما خرجت بان قوي حب الناس ليها، ومن ردود فعل الجماهير وردود فعل الناس زمايلها مهم اصعب دلوقتي كمدير اداري لقطاع الناشئين. طبعا والله قلت لها ان يعني خلاص يعني الوضع دلوقتي اختلف شويه، نهلة سامح اللعيبه كل خبراتها لازم تركز فيها، لان الشغل الجديد محتاج يعني محتاج منها بقى فكر جديد مع الفريق، محتاج ان هي تنقل كل الخبرات اللي هي مرت بيها كلعيبه من وهي صغيره جوه النادي الاهلي لكل الاجيال الجديده، ان شاء الله ربنا يكرمها يعني وتعمل حاجه وتبقى اضافه للنادي طبعا باذن الله. شكرا جدا طبعا يا احمد، وبشكر كابتن نهله سامح، مبروك يا كابتن، وبالتوفيق ان شاء الله الفتره اللي جايه في المنصب الجديد. ميرسي يا كابتن. شكرا، ميرسي قوي. ثانك يو. ميرسي. مرحبا بكم من جديد وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، ولسه مستمرين معاكم في تغطياتنا الحصريه الاحتفاليه النهارده، طبعا اهلي استثنائي ومعي في هذه اللحظات بقى نجمه سيدات كره السله طبعا النجمه نادين السلعاوي، ده طبعا برحب بيكي على شاشه قناه النادي الاهلي، عايزاكي تكلميني بقى على الموسم ده لانه طبعا كان موسم مميز جدا.
جدا ليكوا اكيد، موسم بلا هزيمه حققتوا العلامه الكامله، فعايزاك تكلميني بقى عن كل اجواء دي. برحب بيك يا هنا وكل مشاهدين قناه الاهلي. احتفاليه مميزه قوي السنه دي، والاجواء حلوه جدا وحاجه يعني محمسه قوي للسيزون الجديد ان شاء الله. يمكن يكون يعني الموسم الجديد ليه فيه اضافه جديده ان احنا هنلعب ان شاء الله بطوله افريقيا للانديه، ويعني ان شاء الله نقدر نحقق الفوز بيها، وده يعني للفريق بدا الاستعدادات ليه، وده احنا نهينا الموسم السنه اللي فاتت بحيث ان احنا يعني تبقى اول بطوله ان شاء الله نكسبها تكون بطوله افريقيا، وربنا ان شاء الله يوفقنا يعني. اكيد السيزون الجاي هيكون سيزون تشالنجينج اكتر عشان انتوا حققتوا السيزون ده انجازات كبيره جدا، بتستعدوا ازاي بقى للسيزون الجديد وايه طموحاتكم فيه؟ والله احنا يعني ممكن اقول احنا مركزين مع فرقتنا اكتر ما مركزين مع الفرق الثانيه، لان الصراحه الفرق الثانيه عملت تدعيمات كبيره جدا يعني، بس يعني الفريق بدا بقاله كتير، في طبعا لاعبات مننا كتير في المنتخب 5 على 5 و3 على 3، بس هنا في النادي الاهلي شغالين مركزين يعني ان احنا نكسب كل بطوله، ننسى خلاص السيزون القديم ده اتنسى، يعني خلاص كسبنا وخدنا الجوائز ونعرف نجيب غيرهم ان شاء الله، فهو ده يعني التركيز يعني لقدام. النادي الاهلي اكيد ناجح، يمكن انجح نادي في مصر وافريقيا، شايفه ايه اللي بينجح مؤسسه عظيمه زي مؤسسه النادي الاهلي، خصوصا ان انت اكيد بتنتمي لهذا الكيان؟ من اكبر حاجه ممكن تكون بتنجح ان يحصل حاجه زي دي النهارده، حاجه عظيمه جدا، انت بتجمع بين كل الفرق الجماعيه والفرديه وكل الناس، وجايب تكرمهم على 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 الموسم بتاعهم، فدي حاجه يعني احتفاليه استثنائيه فعلا، حاجه بتفرح اللعيبه وبتقربهم من بعض، يمكن حاجه جميله جدا اللعيبه وكانوا واقفين ورا قبل ما الاحتفاليه تبتدي، كله بيتكلم مع كله، كل اللعيبه كل الفرق، فدي حاجه يعني بتدل قد ايه يعني ان هو نادي عريق، وان هو فكره ان اللعيبه تكون مرتبطه ببعض وان احنا اهل وان هو بيت، دي حاجه كبيره جدا وحاجه مهمه جدا وبتحفز فعلا اللعيبه. اخيرا بقى الجماهير اكيد برضو بيكون ليها دور كبير جدا، خصوصا الجماهير مؤخرا بقت بتتابع بشكل كبير جدا العاب الصالات، تحب تقول لهم ايه؟ يعني احب اوعدهم ان شاء الله يعني ان السنه دي يكون برضو موسم احسن من الموسم اللي فات، عشان ان شاء الله نقدر يعني نحقق بطوله افريقيا، وان احنا مبسوطين دايما هم معانا وبيشجعونا ومتابعينا حتى واحنا في المنتخب او احنا مع النادي الاهلي، فدي حاجه فعلا بتبسطنا وعلى طول احنا حاسين بيهم وعلى طول معانا، فيعني يفضلوا ان شاء الله دايما كده، وان شاء الله نقدر نفرحهم على طول ونجمع بين كل البطولات. بشكرك جدا يا نادين وببارك لك مره ثانيه اكيد على السيزون ده. شكرا يا هنا، ميرسي جدا. لسه مستمرين معاكم من داخل ملعب مختار التتش من مقر النادي الاهلي بالجزيره، وامسيه رائعه تحت عنوان اهلي استثنائي لتكريم كل الفرق الرياضيه المختلفه داخل طبعا النادي الاهلي، واللي قدروا ان هم يحققوا موسم استثنائي على مدار الاشهر الماضيه. وطبعا دلوقتي يسعدنا يكون معانا كابتن نصر عيد نجمه نجوم طبعا يعني فريق كره اليد سيدات. كابتن نصر برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، منورانا ومشرف. حبيبتي مريم والله ربنا يخليك بنورك حبيبتي، ربنا يخليك. كابتن نصر يوم الحقيقه عظيم جدا، يوم مميز جدا بالنسبه لكم تحديدا، يعني مجلس اداره النادي الاهلي وكل القائمين على النادي الاهلي قرروا ان هم يكافئوكم مكافاه خاصه جدا واستثنائيه جدا طبعا تقديرا للموسم الاستثنائي اللي انتم قدمتوه خلال الموسم اللي فات. والله الحمد لله، يعني دي حاجه مش جديده على مجلس الاداره ولا الناس كلها اللي موجوده في النشاط الرياضي او مجلس اداره النادي الاهلي كله، يعني الواحد طبعا بيبقى فخور، بيحس ان هو عمل مجهود جامد طول السنه، فاللي هو بيستاهل ان هو يتكرم فيه وكده، فالحمد لله رب العالمين، ربنا كرمنا وان شاء الله السنه دي نحقق كل البطولات باذن الله، ونحقق بطوله افريقيا ان شاء الله، فربنا كريم باذن الله ان شاء الله. كابتن نصر يمكن انت قلتي هنحقق المواسم اللي جايه، دايما بتبقى مسؤوليه كبيره جدا ان يتم تكريمكم، اكيد ده بيدي لكم اكيد دفعه، ولكن في نفس الوقت مسؤوليه ان انتم يبقى تحافظوا على الموسم ده وكمان تحققوا موسم استثنائي اكتر من الموسم اللي فات. بالظبط، والله اصلا الفكره كلها اللي احنا جايين من بعيد شويه، اللي احنا بقالنا كتير قوي ما كناش بنشارك في بطوله افريقيا اللي هي الانديه وكده، فالبطوله اللي فاتت اظهرنا لكل الناس اللي احنا نقدر وان احنا نقدر ننافس بشكل قوي جدا، ان شاء الله احنا مسافرين الشهر الجاي البطوله، ان شاء الله نقدر نعمل حاجه كويسه، بناخد خبرات، ان شاء الله السنه دي هنلعب السوبر الافريقي اول مره تحصل في التاريخ، فان شاء الله نقدر نعمل حاجه بالمجهود بالجهاز الفني كله، ان شاء الله نقدر نسعد الناس ونسعد مجلس الاداره ونسعد جمهور الاهلي ان شاء الله. نصر رايك ايه في لفته تكريم الاجهزه الفنيه كل العاملين في كل يعني الالعاب الاخرى؟ شفنا طبعا حتى على مستوى كره القدم تكريم عم حارس، انتوا كمان كل الالعاب تم تكريم الاجهزه الفنيه، يعني تقولي ايه لكل الناس اللي خلف الصوره دي؟ والله يعني بقول لك ان دي مش حاجه جديده على النادي الاهلي، مش حاجه جديده على مجلس الاداره، زي ما بنقول اجيال بتسلم اجيال، ده اللي احنا تعودنا عليه منهم، وان شاء الله اللي جاي افضل باذن الله.
برحب بيكم من جديد وبكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، ولسه مستمرين معاكم في لقاءاتنا الحصرية مع نجوم النادي الأهلي. ومعي في هذه اللحظات بقى نجم الحقيقة يعني عزيز على قلوب كل الأهلاوية، طبعا أسطورة تنس الطاولة في النادي الأهلي كابتن سيد لاشين. ده طبعا برحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي. عايزك تكلمني بقى على أجواء الاحتفالية النهاردة، شايفها ازاي؟ اهلا وسهلا بيكم، اهلا وسهلا بقناه الاهلي وفي بيتنا. الحمد لله رب عامل لي اجواء زي ما انت شايفه كده، حاجه جميله الحمد لله. الناس كلها فرحانه بانجازات، يعني كلنا الحمد لله فرحين بانجازات بعض بفضل الله سبحانه وتعالى. النادي الاهلي نعمه في حياتنا، ربنا يديمها علينا يا رب دايما يا رب، ودايما فرحانين ومتجمعين في الفرح دايما. كون حضرتك ابن من ابناء النادي الاهلي، اكيد عايزين نعرف شايف ايه سر عظمه ونجاح مؤسسه النادي الاهلي اللي احنا فيه دلوقتي. اللي احنا فيه ده بيبقى هدف من اول سيزون، دايما بيبقى دايما عين اللعيبه كلها والاجهزه الفنيه والاداره على المركز الاول في كل حاجه، وبنسعى لكده كلعيبه واداره واجهزه فنيه. فالحمد لله رب العالمين احنا بنسعى، وكل واحد بيسعى في مكانه وكل واحد بيساعد في مكانه، فدي بتبقى النتيجه في الاخر. حتى اولياء الامور والجمهور وكل الناس بتحاول كل واحد يعمل الاقصى ما في عنده في المكان او في المكانه اللي هو فيها، ودي بتبقى النتيجه. فالحمد لله رب العالمين ان ده يعني نعمه ربنا انعم عليها بينا ان احنا نبقى النادي الاهلي. حينما كان موسم كبير جدا واستثنائي على صعيد جميع الالعاب فرديه وجماعيه، يمكن كمان جماهير النادي الاهلي بقت بتتابع الالعاب الاخرى زي بالظبط كره القدم، تحب تقول لهم ايه على دعمهم الدائم ليكم؟ هو الحمد لله رب العالمين، يعني اللي هم عملوه السنه دي كان يعني هو مش حاجه جديده، بس كان فيها اضافات كتير، لان مثلا فرقه الباسكت سافرت لعبت بره، والطايره يعني كان فيها دعم مش طبيعي بره، وبين قد ايه شعبيه النادي الاهلي بره كاسحه. يمكن هنا احنا من يعني بنقابل شويه كلام كده ان احنا شعبيتنا اقل وحاجات كده، بس الحمد لله احنا شعبيه كاسحه في مصر وبره كمان. لما الناس تلعب البطولات بره الحمد لله بفضل الله بان الفرق قد ايه. ربنا يديمهم نعمه علينا الجمهور، وسبحان الله يعني احنا كلعيبه بناخد فلوس بناخد شهره بناخد حاجات كتير، الجمهور ما بياخدش غير فرحه من النادي الاهلي. فالحمد لله ربنا يكرمنا ونقدر دايما نسعدهم في كل حاجه يا رب. اخيرا بقى، مجلس اداره النادي الاهلي حقيقه والنشاط الرياضي ما بيبخلش على اي حاجه من جميع الفرق الرياضيه واللاعبين، واكيد حضرتك كلاعب في النادي الاهلي لامس ده، فعايزينك تكلمنا برضو على دور اداره النادي الاهلي. اولا يعني انا مجلس الاداره بعتز بيه جدا، وهو الحمد لله رب العالمين يعني مش حكايه ان هو مجلس اداره بيدير، هم اصلا مشجعين ناس بتحب النادي الاهلي وبتفضل مصلحه النادي الاهلي على مصلحتهم الشخصيه في اي حاجه. فده بيبقى النتيجة لما بتلاقي من أكبر كابتن اللي هو الكابتن محمود الخطيب لكل أعضاء مجلس إدارة للنشاط الرياضي للمدربين للأجهزة الفنية للعيبة بيفضلوا مصلحة النادي الأول قبل مصلحتهم الشخصية، لازم دي في الآخر تبقى هي دي النتيجة. ألف شكر ليهم وألف شكر ليك كلكم، ربنا يبارك فيكم يا رب. من جديد برحب بكل زملائي طبعا في الاستوديو، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدين قناة النادي الأهلي في كل مكان، مكملين لقاءاتنا في حفل أهلي استثنائي. طبعا دلوقتي معايا كابتن محمد عادل المدير الفني لكرة اليد سيدات، برحب بيك يا كابتن، يعني منورني طبعا ومنور شاشة قناة الأهلي. النهاردة الحفل بعنوان أهلي استثنائي، موسم أكيد كبير واستثنائي طبعا بالخصوص لكرة اليد، كلمني كده طبعا عن أجواء الحفل بشكل عام وطبعا عن كرة اليد بشكل خاص. والله طبعا الواحد مبسوط جدا، يعني النادي الاهلي كله فرحان، مجلس اداره وجمهور واعضاء ولاعيبه عندي كمان والاجهزه الفنيه كلها. كان موسم صعب جدا السنه اللي فاتت، كلنا بذلنا مجهود كبير وربنا كرمنا كلنا الحمد لله ببطولات كبيره. الحفله بتاعت النهارده دي بتدينا مسؤوليه اكبر ان شاء الله، الموسم الجديد هيبقى اصعب اكيد، الحفاظ على المقدمه والبطولات اصعب كتير من الحصول عليها، لكن احنا متعودين على كده، نشتغل دايما تحت ضغوط ان شاء الله، دايما نبقى مفرحين جماهيرنا ومفرحين مجلس ادارتنا ومفرحين كل الاجهزه الفنيه واللاعبين في النادي الاهلي. كابتن محمد، الموسم اللي فات طبعا يعني كره اليد حققت كل البطولات، الحقيقه احتفلنا معاهم وفرحنا جدا طبعا بتحقيقهم للبطولات دي، كلمني عن بقى استعداداتكم لموسم جديد. احنا السنه اللي فاتت الحمد لله ربنا كرمنا بالدوري والكاس وحققنا الميداليه البرونزيه في بطوله افريقيا، ودي كانت حاجه صعبه جدا، كان النادي الاهلي منظمها، مجلس اداره النادي الاهلي كافئنا وخلانا نطلع نلعب بطوله افريقيا
بره مصر هتبقى في الكونغو هتبقى بطوله صعبه جدا، لكن طبعا في ثقه مجلس اداره، في دعم ان شاء الله يبقى موجود معانا. نتمنى ان احنا على الاقل نحافظ على المركز اللي احنا حققناه، نحاول نوصل لابعد من كده، لكن طبعا دايما البطولات الافريقيه بتبقى صعبه، احنا بعيد شويه عن افريقيا، لكن لازم ناخدها خطوه خطوه كده باذن الله، ونحاول نحافظ على التقدم بتاعنا. البطولات المحليه بامر الله برضو بنحافظ على المكسب بتاع الدوري والكاس. المفروض في بطوله افريقيا برضو في شهر 5 اللي هي فيها السوبر اللي احنا متاهلين فيه من البطوله اللي فاتت. فعندنا موسم صعب مليان ان شاء الله بطولات وتحديات، نتمنى من ربنا سبحانه وتعالى انه يوفقنا ونقدر نحافظ بيها على كل البطولات بدايتنا ان شاء الله. كابتن محمد نورتنا وبشكرك طبعا، كل التوفيق ليكم. شكرا. برحب بكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، ولسه مستمرين طبعا معاكم النهارده في تغطيتنا ولقاءاتنا اليوم في حفل تكريم جميع ابطال النادي الاهلي، طبعا جميع الفرق الرياضيه واكيد الفريق الاول لكره القدم، ويمكن معي واحد من نجوم فريق كره الماء بالنادي الاهلي كابتن محمد فؤاد. كابتن محمد طبعا في البدايه برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، واكيد عايز ابارك لك، يمكن فزتوا بالدوري والكاس الموسم اللي فات، باركت لكم قبل كده وببارك لك تاني طبعا النهارده تواجدكم في حفل التكريم يعني جميع ابطال النادي الاهلي تحت عنوان الاهلي استثنائي، وانتم كمان قدمتوا موسم استثنائي. شكرا جدا ومبروك لكل الفرقه، مش ليا انا بس، كل ده مجهود الفرقه كلها من اول يوم. احنا بقى لنا سنه تقريبا بنتمرن متواصل، ففي كل سنه كان يعني كل يوم في دماغنا حاجه واحده بس، ان احنا نكسب الكاس والدوري بس، الحمد لله. طبعا يا محمد الموسم اللي فات كان موسم صعب جدا، دوري غايب بقاله كتير جدا عن الفريق، كذلك برده كاس مصر شفنا فرحتكم كانت عامله ازاي، بذلتوا مجهود كبير جدا، والنهارده يمكن بنشوف التكريم ده تقديرا لمجهودكم وطبعا الانجازات اللي انتم حققتوها الموسم اللي فات، ويمكن ده اللي بيخلي فيه حمل زياده عليكم الموسم الجاي ان شاء الله ان انتم تحققوا نفس الانجاز ده واكثر. احنا طبعا بذلنا مجهود كبير جدا الموسم اللي فات عشان نحقق ده، بس احنا الموسم الجاي هنحتاج ضعف المجهود اللي احنا عملناه السنه اللي فاتت عشان نفضل محافظين على ده، وده الاهم، ان انت تكسب وخلاص مره، فدي ما تتحسبش، المفروض تفضل مكمل المكسب، وده اللي الاهلي معودنا عليه. انت حافظ على البطل، بطل الدوري وبطل الكاس، شيء مهم جدا وبيخلي فيه مسؤوليه كبيره عليكم بالذات بعد التكريم ده. اكيد هو لازم كل واحد فينا يطلع 100% مش مليون في المية عن اللي هو طلعه السنه اللي فاتت عشان نفضل محافظين على ده، عشان من غير ده مش هنعرف نحافظ عليه طبعا. طبعا برده محمد عايز اعرف منك بقى شعوركم بقى انت وزمايلك طبعا النهارده متواجدين والجهاز الفني بالكامل، شعوركم النهارده طبعا وانتم متواجدين في الحفل ده، وايه رايك برده في الحفل والتنظيم يعني وكل حاجه ليها علاقه بالحفل النهارده، حفل التكريم طبعا بالنسبه لك؟ لا الصراحه تنظيم حلو جدا، وحاجه احنا مفرحانا، حاجه تحسسنا ان احنا عملنا حاجه فعلا، ودي حاجه تحفزنا برده ان احنا نكمل على ده عشان نفضل موجودين كل سنه ان شاء الله في نفس الاحتفال، وان شاء الله بطولات زياده ان شاء الله. ان شاء الله يا محمد، وجمهور النادي الاهلي عندهم ثقه كبيره فيكم ان شاء الله ان انتم تقدروا تحققوا الانجاز ده ثاني مره، يعني تبقوا ابطال الثنائي ان شاء الله الله، سواء الدوري وطبعا بطوله كاس مصر. بشكرك جدا وبتوفيق ان شاء الله الفتره اللي جايه. مشاهدة قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلي استثنائي ومكملين النهارده يومنا الجميل والاحتفال والاحتفاء بنجوم النادي الأهلي في كل الرياضات، أصحاب الإنجاز النهارده معانا واحد من أبرز لاعبي النادي الأهلي ومنتخب مصر كمان في لعبته، أحمد عادل نجم يعني أو أحسن لاعب دايرة تقريبا في أفريقيا مش بس في مصر. أحمد عادل يعني بنرحب بيك، ويوم استثنائي والأهلي استثنائي، وكلمنا بقى على موسم طويل جدا، بطولة الدوري، بطولة الكاس، السوبر الأفريقي، والحمد لله النهارده الجزاء من جنس العمل بتتكرموا النهارده في حفل كبير يليق بمكانتكم ويليق بمكانة النادي الأهلي. الحمد لله طبعا على البطولات السنه اللي فاتت، طبعا الحاجات اللي بتحصل دي والاحتفالات دي كلها اللي في النادي الاهلي حاجه ما بتحصلش غير في النادي الاهلي بس، ما بتحصلش بره، حاجه طبعا مشرفه جدا وعظيمه جدا ان كل الالعاب الجماعيه النادي ومجلس الاداره وكل الناس جايه من كل حته بتحتفل باللعيبه وبتحتفل بالبطولات، ودايما دايما طبعا في انجازات، وان شاء الله ربنا يوفقنا ونجيب بطولات اكتر السنه الجايه. طبعا كان موسم طويل قوي السنه اللي فاتت، الحمد لله قدرنا نرجع الدوري لبيته بعد غياب 4 سنوات. الكاس خدنا بطولة الكاس وكنا مسيطرين عليها بقالنا فترة، طبعا بطولة السوبر الافريقي دي اهم بطولة في الموسم طبعا، يعني دي من وجهة نظري ومن وجهة نظر اللعيبة كلها، لان هي بتأهل السوبر جلوب في السعودية. رحنا السوبر جلوب السنة اللي فاتت وحققنا نتيجة كويسة الحمد لله الى حد ما، بنطمع طبعا في السنة الجاية ان احنا نزود الموضوع دوت ونحاول نحقق ميدالية في سوبر جلوب بس. فانا شايف ان الناس ماشيين على خطى ثابته، طبعا عاملين فتره اعداد كويسه جدا، اللعيبه منتظمه، جهاز محترم، طبعا في سبورت جامد قوي من اعضاء مجلس الاداره بصراحه للفريق بعد ما شافوا ان الناس ما كانتش مقصره، والحمد لله يعني ربنا وفقنا ودايما في انتصارات. كلاعب في النادي الاهلي احتفاليه بالشكل دوت وبالقيمه دي،
مردود عليك ايه وانت بتبدا موسم جديد؟ طبعا انا لسه زي ما قلت لك كده من شويه ان انا الحاجات دي ما بتحصلش بره النادي الاهلي، يعني حاجه بصراحه يعني سبورت كبير جدا. الواحد مبسوط جدا ان هو في بيته وسط الناس دي كلها وقاعد بيحتفل بالبطولات دي كلها. طبعا حاجه عظيمه جدا في بدايه موسم اصلا لسه ما بدأناش، بس طبعا يعني حاجه فخر طبعا ان انا بلعب باسم النادي الاهلي وشايف كل ده بيحصل لينا للعيبه. فطبعا ده انا بطمع ان انا احقق بطولات اكتر عشان اجي السنه الجايه اقف الوقفه دي والناس تحتفل بينا وناخد صوره تذكاريه ونعمل كل الكلام ده كله. شكرا احمد ودايما موفقين باذن الله. شكرا ليك، شكرا ليك، ربنا يخليك. شكرا ليك. برحب بكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، وطبعا لسه مستمرين معاكم في لقاءاتنا اليوم وتغطيه طبعا الحفل التكريم لابطالنا ابطال النادي الاهلي، سواء طبعا في كره القدم او كره السله، كره الطايره، وطبعا كره الماء، واكيد كره اليد، جميع الالعاب الاخرى. النهارده طبعا ابطال النادي الاهلي بعد تحقيق موسم يعني استثنائي زي لقب او زي عنوان اليوم الاهلي استثنائي، هم برده حققوا موسم استثنائي. ويمكن معي يعني طبعا الكابتن فريق الاول للعبه كره الماء او الووتر بولو طبعا كابتن محمد علاء. كابتن محمد في البدايه برحب بحضرتك اكيد على شاشه قناه النادي الاهلي، وفي البدايه طبعا يا كابتانو عايز اكلمك اكيد على الموسم الاستثنائي بالنسبه لكم كفريق كره الماء. يمكن طبعا فريق ووتر بولو يمكن حقق موسم استثنائي، يمكن دوري طبعا كان غايب كتير جدا عن الفريق، كذلك كاس مصر. طبعا نحكي لي كواليس بقى طبعا فوزكم بالبطولتين دول اللي هم الاهم واللي كان ده التارجت بتاعكم ان انتوا تحققوه الموسم اللي فات. راول بشكرك، و يعني زي ما انت قلتي هو موسم استثنائي فعلا، يمكن موسم ما حصلش في تاريخ كره المايه قبل كده. الفيرست تيم الدوري كان غايب عننا بقاله فتره كبيره، يعني اكتر من 15 سنه. الحمد لله السنه دي قدرنا ان احنا نحقق الدوري يمكن بدون هزيمه، ودي حاجه ما بتحققش كتير. كاس مصر الحمد لله السنه دي برده داخل النادي الاهلي. موسم استثنائي لكل الالعاب، كرة المايه دي ان شاء الله هتبقى البدايه مش هتبقى النهايه، وان شاء الله يعني بطولات اكتر في النادي الاهلي ان شاء الله. طبعا يا كابتن يمكن شفنا فرحتكم كانت عامله ازاي لما فزتوا ببطوله الدوري وبطوله الكاس. يمكن النهارده تواجدكم طبعا النهارده مع يعني بقيه الفرق الرياضيه سواء كره القدم، كره السله، كره اليد، وكره الطايره، يمكن من جميع الالعاب النهارده شفنا التكريم، يعني شيء يليق فعلا باسم النادي الاهلي. ويمكن ده كان قرار اخذه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي ان هو يكرمكم تقديرا لمجهودكم الفتره اللي فاتت والانجازات طبعا اللي حققتوها. طبعا يعني تكريم خاص لكل الالعاب النهارده. بنشكر كابتن محمود الخطيب على التجهيز دوت وعلى الصرح الكبير ده وعلى الاحتفال الكبير ده، ودي ثقته في اللعيبه وثقته في فرقه النادي الاهلي ان هي دايما تبقى رقم واحد. فبنشكره وبنشكر مجلس الاداره وكل من ساهم في الكلام ده، يعني بنشكره جدا. وان شاء الله يكون كل سنه احتفال زي ده ونحتفل مع جمهور النادي الاهلي العظيم ببطولات اكتر باذن الله. كابتن طبعا عايز اعرف منك برضو شعوركم اكيد النهارده، ويمكن الحفل ده والتكريم ده بيخلي فيه مسؤوليه عليكم اكتر واكتر، يمكن بيحملكم مسؤوليه زياده عن اللزوم طبعا ان انتوا البطل دوري وكاس الموسم اللي فات، عايزين برضو تفضلوا هم الابطال للموسم اللي جاي، يمكن ده بيخلي عليكم حمل كبير ومسؤوليه اكبر. طبعا ضغط كبير طبعا. السنه اللي فاتت انت حققت بطولتين، السنه دي في فرق كتير محترمه ومنافسين مش هتسمح لك ان انت تحقق البطولتين دول. هيبقى موسم صعب محتاج تحضير يعني اكتر من الموسم اللي فات. يمكن ضغطت بس ان انت ما كنتش عارف تاخد الدوري، الحمد لله دي راحت شويه. فانت الفتره الجايه هتبتدي ان انت تلعب كره ميه، محتاج ان انت تبقى جاهز 100% سواء منتلي او فيزيكالي او على مستوى السبيريت في الفرقه. فان شاء الله السنه دي بنوعدكم يعني يكون موسم محترم يليق بالنادي الاهلي، وان شاء الله نوعد الناس ان شاء الله نحقق بطولات السنه دي برضه ان شاء الله. ميرسي كابتن محمد، وطبعا بالتوفيق ان شاء الله الفتره اللي جايه. وزي ما انت قلت يمكن انت تحافظ على ان انت تكون البطل زي ما انت البطل الموسم اللي فات، تفضل البطل الموسم الجاي شيء صعب جدا، فاكيد بتمنى لكم التوفيق الفتره اللي جايه. وميرسي جدا يا كابتن، شكرا. ميرسي ليك، شكرا يا سلام. ميرسي.